سلام عليك يا أستاذ حسين الريس، فنان موسيقي رائع ومبدع، مسيرة لأكثر من 30 عام في العطاء الموسيقي على هاي الآلة الرائعة أبدعت. شكرا على الأجواء الجميلة اللي عيشنا إياها في هذا الصباح الجميل برفقتك، كل الشكر فنان. الله يسعد صباحك ويسعد صباح المشاهدين. أهلا وسهلا فيك أستاذ. فعلا يعني العديد من المعزوفات الموسيقية في مقطوعة واحدة، ففعلا أبدعت في هذا الصباح الجميل مع حضرتك أستاذ. بداية خلينا نتحدث عن هاي المسيرة اللي بلشت من 30 سنة. بداية من طفولتي أنا وعيت على الدنيا وهي أنه عندنا بيانو ببيت أهلي، فكنت أي شيء أسمعه أحب ترجمه. حلو. فمع الوقت بالمدرسة فبالفرقة المدرسية عادة بنساوي تشكيلة من الطلاب، فعزفت على عدة آلات. لوقت اللي مرحلة الثانوي اعتمدت الساكسفون أنه هو يكون آلتي الرئيسية. حلو كتير. أنا حبيته لأنه قليل كتير لقيت حدا يعزف عليه، وبنفس الوقت يعني كنا نسمع موسيقى كانت مشهورة كتير بهذيك الأيام، دايما يحطوا لنا إياها بشرائط الكاسيت وآخرها نسمع موسيقى الساكسفون، فكنت ما أعرف شو هي الآلة أصلا. فبعد فترة بفرق المدرسية فلقيت ساكسفون وتدربت عليه والحمد لله لحد هلا. ساكسفون من أروع الآلات الموسيقية حقيقة، وهي آلة نفخية من الآلات النفخية الخشبية لكنها مصنوعة من النحاس. نقدر نحكي عنها شوي لهالآلة؟ تمام. تشرح لنا عنها أكثر، تعرفنا عليها؟ تمام. هي آلة بلجيكية صنعها موسيقي بلجيكي اسمه أدولف ساكس. هي مصنوعة من النحاس بس هي الصوت بيطلع من قطعة رئيسية فيها هي خشبية، فتصنف من الآلات النفخ الخشبية. حلو كتير. مختصة بالعزف مع فرق جاز، مع موسيقى جاز أكثر شيء. حلو كتير. بس بالفترات اللي لحقت الجاز صار تدخل بموسيقى الروك، موسيقى البوب، كل أنواع الموسيقى، ومؤخرا كمان تعودنا عليها بالموسيقى العربية. صح. في فنان مشهور الله يرحمه الفنان سمير سرور. نعم. كان يعزف مع أم كلثوم، يعزف مع عبد الحليم، يعزف على الساكسفون بطريقة عربية كتير حلوة. وأيضا حضرتك تتقن العزف على آلات متعددة مش بس آلة الساكسفون، وإلك مشاركات عديدة في العديد من المهرجانات والحفلات الموسيقية. تمام. حديثنا سيطول حول كل هاي التفاصيل وحول هاي المسيرة الجميلة، لكن سمعت وقالوا لي قال لي المخرج هلا أنك حتعزف لنا معزوفة موطني، بنحب نسمعها منك خلال لقائنا، ونرجع نكمل حديثنا معك. تمام. بحلقة هذا اليوم، تفضل. Thank you.
روعة أستاذ، أبدعت. أنا دائما بقول أن الموسيقى هي لغة عالمية وأجمل لغة حقيقة، وهي اللغة الوحيدة المفهومة لكل الأفراد على اختلاف مرابطهم وأصولهم وجنسياتهم ولغتهم. فأبدعت أستاذ فعلا، أجواء أكثر من رائعة. لكل فنان في رسالة بحاول يوصلها لكل العالم، وسؤالي لإلك وبحب أسأله لكل فنان بقابله ببرنامج يوم جديد، بحب أسمع منك إيش رسالتك. الفن هو السلام، ودائما أنا هيك بشعر، يعني أنه بينشر السلام بينشر المحبة، بس يمكن في عندك رسالة تانية بتحب توصلها لكل العالم. مظبوط، أكيد بالجو اللي نحن عايشينه بالوطن العربي منحس دايما في ظروف توتر، ظروف اقتصاد، ظروف سياسي، فدايما أي إنسان بيحب يلاقي مهرب أو مخرج لإله من أي تفكير ممكن يأثر على نفسيته وضغوطاته. الموسيقى هي أحلاها، يعني في ناس بتحس انه الموسيقى مو متناول اليد، يعني ممكن ما يكون هو فنان، ما يكون عازف، بس حتى لما يسمع موسيقى بيحس بحاله صار بعالم اخر. ولما يلاقي الشيء المفضل عنده او الشيء المناسب لشخصيته راح يلاقي دائما انه عنده مهرب من اي مشكله بالحياه. يعني انت عم بتقدم فن اصيل وراقي، ودائما بتسعى خلال ال 30 سنه اللي مروا عليك انك تقدم ما يليق بالذوق العام، خلينا نقول ان شاء الله يكون ما شاء الله عنك يعني. وسؤالي لك، الحفلات الموسيقيه والمهرجانات اللي شاركت فيها نحكي عنها شوي. تمام، يعني أنا من أيام سوريا حتى كنت أشارك دائما بمهرجانات اللي تصير تعملها البلد، من مجالات موسيقى على الطريق، من مجالات مهرجانات الموسيقى وليالي الشام، وحتى بالأردن أنه شاركت بكتير مهرجانات بكتير حفلات، أغلبها كانت تكون كمان حفلات خاصة، حفلات الأعراس، حفلات الفرق الموسيقية، مشاركة مع فرق موسيقية متعددة. ما شاء الله عنك، الذوق الأردني لا يعلى عليه، وأنت مبدع صراحة، عم بتقدم إشي كتير أصيل وراقي، ما شاء الله عنك أستاذ. الله يسلمك. ختاما للقائنا بدنا منك معزوفة، لكن اسمح لي أودع المشاهدين ورح أترك لك الهواء نختم حلقتنا لليوم بمعزوفة جميلة منك. شكرا كثير. أما الآن مشاهدينا هيك بنكون وصلنا معكم لختام حلقتنا، كنا معكم أنا وسمر غرايبة زميلتي العزيزة، بنتمنى لكم أكيد عطلة نهاية أسبوع سعيدة مليئة بالخير والسعادة وهدات البال يا رب. إلى اللقاء وبأمان الله. تفضل أستاذ.